ازيك يا جماعه، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهارده حاولت ان انا اجمع كل الهدوم اللي انا يعني انا مش فاشينيستا ولا فاشن بلوجر ولا اي عمل حاجات دي، يعني انا دوت اللي هو الحاجات اللي كنت بلبسها في الشهرين اللي فاتوا في الجامعه. اكتر حاجات كنت بلبسها انا قبل ما ادخل الجامعه كنت دايما بلاقي فيديوز على يوتيوب كتيره قوي اللي هي بتاعه 10 essential pieces in your closet والحاجات دي، فبصراحة كانت فادتني كتير قوي، فانا حاولت ان انا اجمع الحاجات اللي هي نفعتني وفعلا بالفترة اللي فاتت لبستها. لو عجبكم هحاول بقى ان انا مع كل سيزن اعمله، يعني هو النهاردة ده حاجات كلها مش صيفي ومش شتوي، عارفين ان هو في فترة الخريف كده، فجمعت اكتر 10 حاجات لبستها وبعدين تنفع ان الواحد يعمل mix and match، يعني اقدر ان انا البسها كذا مرة بطرق مختلفة وحاجات كده، فهوريه لكم ان شاء الله في الفيديو ده. اول حاجة وهي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي، بصوا انا هكتب لكم كل حاجة انا جايباها منين في الديسكريبشن تحت، تاني في حاجات جايباها من زمان قوي، في حاجات لسه جايباها قريب، بس هكتب لكم كله في الديسكريبشن بوكس تحت. اول حاجة هو الشميز الابيض، بصوا انا بلبسه، يعني هما بصوا التو بيسز دول مهمين جدا بالنسبة لي، الشميز الابيض والقميص اللي هو الجينز ده، الاثنين بقوم البسهم تحت الهدوم، يعني ايه لما اجي اعمل ليرنج لاي حاجه والبس طبقتين او كده بيدي شكل حلو قوي، فدول اول حاجتين بقوم البسهم كتير قوي، الابيض والجينز، دول اول حاجتين. ثالث حاجه بقى بلبسها على طول بما ان الجو اللي هو مش حر قوي، ويعني مش ان الواحد يلبس حاجة خفيفة قوي ومش ساقعة لدرجة ان الواحد يلبس جاكيت جلد او جاكيت صوف او حاجة كده، فبحب الجاكيت الجينز جدا، وبالذات بصوا الجاكيت ده بحبه عشان كان نفسي اجيبه بقالي فترة، اللي هو بيكون واسع شوية وطويل، يعني ده مش قصير، يعني ايه هو واسع شوية وطويل كده، ده هو اوفر سايز جينز كده يعني، فده بحبه قوي يعني بلبسه لأي حاجة من فوق عشان بيدفي، بس مش لدرجة اللي هو يعني ايه يحررني في الجو ده، اللي هو واحد مش فاهم حاجة للجو ده بصراحة. رابع حاجة مهمة جدا هي ان تيشيرت عادية قوي، يعني هي تيشيرت قطن عادية جدا مفيهاش اي حاجة وبيزك، يعني ايه يعني انا ساعات بقوم دايما اقوم البسها او البس تحتيها القميص الجينز ده او البس تحتيها القميص الابيض ده، هي والسواتشيرت ده، السواتشيرت ده بصوا هو خامته تقيلة شوية، يعني هو ممكن يكون متبطن من جوه حاجة بسيطة، بس برضو الاثنين دول بحب جدا ان انا البس من تحتهم، يا اما القميص الابيض يا اما القميص الجينز، عشان بحب الكولات تكون باينة من تحت كده تدي شكل حلو قوي. بعدين بنطلونين بقى، البنطلونين دول مهمين جدا بالنسبة لي، طبعا بنطلون جينز، بس انا بصراحة زهقت من البنطلونات الضيقة، يعني فكفاية عليا الاسود قوي ده، طبعا اظن اي بنت عندها بنطلون اسود او لاجينز اسود او حاجة بينفع في حاجات كتير قوي، بس بما ان انا زهقت من البنطلونات الضيقة يعني الجينز اللي هي سكيني، طبعا بلبسها ساعات بس بحبها قوي، يعني ده كنت كان بقالي فترة بدور عليه البوي فريند يكون وسعه حلو اللي هو نازل مظبوط، وفي نفس الوقت يكون بصوا هو دوت كان يعني الوسط بتاعه ستريتش مش بحزام او كده، عشان ما كنتش بلاقي عمري حاجه مقاسيه او ماشيه عليا بالظبط، ولو لقيت بوي فريند جينز هو ده بوي فريند، شايفه قلت ده عامه هو ده بوي فريند جينز، ولما كنت بلاقي حاجه كنت دايما الاقيها قصيره، فده برضو مناسب جدا. عندي بعد كده بصوا الطرحه دي، الطرحه النبيتي يا جماعه هي بجد اكتر طرحه بلبسها في حياتي، عشان اللون ده يعني بصوا لو شفتوا هو هيليق على اي حاجه من دول، يعني اي حاجه من دي هيليق عليها، فالطرحه النبيتي بالنسبه لي بلبسها كتير جدا جدا جدا، دي اللي هي قماشتها ليكرا كده اللي هو بتبقى القطن الليكرا العاديه، برده في الجامعه بتنفع قوي عشان اللي هو بتبقى سهله من غير دبابيس ولا اي حاجه، وكنت قبل كده مصوره رابطه طرحتي اللي ما شافهاش برضو هحطها لكم في الديسكريبشن تحت. اخر حاجتين بقى هما الجزمتين دول، جزمه بالرينا، وبالذات لو بالرينا تكون مريحه، عشان لو بالرينا مش مريحه بتدمر رجلي، يعني ببقى مش قادره والواحد بيمشي كتير في الجامعه وكده، فالبالرينا دي
فالبالرينا دي انا كنت جايباها مريحه جدا 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 وطريقه قوي يعني بصوا حتى لو هي طريه جدا فبمشي بيها كتير جدا عادي قوي ما فيهاش اي مشكله. وبعدين بقى الكوتشي ده طبعا الكوتشيهات هي احسن حاجه في الجامعه انا عارفه وانا بلبس دلوقتي على طول كوتشيهات في الجامعه بس اللون الابيض بصوا بصراحه مثلا السوبر ستار والحاجات دي حسن كله بقى لابسها وفي نزل منها المضروب وفي منها الحلو فانا بصراحه انا ما جبتهاش يعني بس دي بحبها قوي. هو كوتشي عادي ما فيهوش اي حاجه هو كوتشي هو جلد مش قماش ده يعني مش رانينج شوز او حاجه لا هو كوتشي كده كاجوال واللون الابيض بيليق طبعا على كل حاجه بعيدا عن هو بيتوسخ بسرعه بس بيليق على كل حاجه هو والجزمة اللبني يعني اللبني برضو بتليق على حاجات كتيرة جدا مع الجينز والاسود. في الاخر عشان اقول لكم يعني ايه الحاجات اللي هي الاساسية اللي ممكن انت تقدري تلبسيها بكذا طريقة هما القميصين لو واحد اي لون وواحد الجينز بصوا الجينز مهم كمان قوي عشان ساعات ممكن تلبسيه من تحت حاجة وممكن تلبسيه لوحده ولو قفلتيه وممكن تلبسيه تحته تي شيرت وتفتحيه كأنه جاكيت والجاكيت الجينز وتي شيرت بيزك وسويت شيرت والبنطلونين اللي هو واحد اسود طبعا بيبقى مهم قوي وبنطلون بقى جينز سواء سكيني او سليم او بوي فريند زي ده والطرحه اللي انت يعني اللون اللي انت شايفه انه ممكن اللي هو بيبقى يعني بيليق على كل حاجه عندك وجزمتين واحده باليرينا كده لو انت عايزه في مره تلبسي الباليرينا وزيتي من الكوتشيهات وطبعا الكوتشي هو اهم حاجه. كانوا يعني اكتر 10 حاجات انا بلبسهم وتقدري ان انت طبعا كل واحده تقدر ان هي بقى تغيرهم على هير اون ستايل يعني ايه مش لازم تثبتي على كل حاجه انا قلتها بالظبط بس دي حاجات اللي هو بيزكس كده للفتره دي اللي هو لا حر قوي ولا ساقع قوي او لو مثلا اللي هو بتبقي الصبح لابسه مجرد التيشيرت دي وعلى بالليل لبستي الجاكيت الجينز يعني هي دي الحاجات اللي انا ماي بيرسونال ستايل يعني اللي انا بلبسها وبس كده. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ولو عجبكم اعملوا سبسكرايب لماي تشانل عشان ان شاء الله بنزل فيديو كل اسبوع وبس كده اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.